تعود مرة أخرى. المحاولة ما زالت عند سولي، يلعب الكرة على الجهة اليسرى، وصلت إلى زورتيا، زورتيا في محاولة المرور، زورتيا عرضية خطيرة بالراس، الله! لم ينتظروا كثيرا. وصلت الكرة معه في مرارها بينية ممتازة لويس ألبرتو داخل منطقة الجزاء، برجعها لجوندوزي عرضية، أوهوهو! يا الله! عودة سريعة للمباراة، عودة عن طريق اللاعب كاساني لويس ألبرتو على التنفيذ، سيرسل الكرة داخل منطقة الجزاء، هي عالية خطيرة بالراس، الله! من لمسة أولى، من لمسة أولى يعيدهم للمباراة. هدف توسيع الفارق، زكاني عرضية من زكاني أمام المرمى، فرصة تسديدة أمام المرمى ما زالت خطيرة، جول 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 جول، كاستيلانوس يبرهن على إمكانياته، يبعد هدفهم التاريخي. فروزينوني جيلي يرسل الكرة خطيرة أمام المرمى، فرصة جول، الله! يعودون يقلصون الفارق، يشعلون المباراة من جديد.